لجنة أزمة الوقود والغاز تطلق عملية فزعة وطن ضد العمالة الوافدة. الشركة الليبية للاستثمارات لايكو تنهي اجتماعها السنوي في تونس. النشرة الاقتصادية من قناة ليبيا بانوراما، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. أطلقت لجنة أزمة الوقود والغاز عملية تحت اسم فزعة وطن بالتعاون مع الكتيبة 301 مشاة حسب الصفحة الرسمية للجنة. وحسب اللجنة فإن العملية تهدف إلى اقتحام مساكن العمالة الوافدة والتي كانت ممتلئة بشاحنات مليئة بالسلع المدعومة تعود ملكيتها لعمالة مصرية. وأضافت اللجنة أن هذه السلع جاءت عن طريق اعتمادات مستندية من مصرف ليبيا المركزي ولم توزع على الأسواق كي يستفيد منها المواطن. المواطنين طبعا لجنة أزمة الوقود والغاز بمشاركة الكتيبة 301 مشاة انطلقت اليوم عملية موازية لعملية عاصمة المتوسط. النقاط وضعت كالتالي: الآن في منطقة الكريمية القلب المواد، سوق المواد الغذائية والمخازن. انطلقت هذه العملية منذ الصباح. طبعا الهدف كان العمالة الوافدة المصرية والسودانية وبعض الجنسيات الأخرى. وفي سياق متصل، ضبطت الكتيبة 301 مشاة الاثنين مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، مخزنة في مخازن تفوق درجة حرارتها 40 درجة مئوية، حيث يتم تجديد صلاحيتها مرة أخرى بغرض إطلاقها في الأسواق. تم ضبط بعض المواد المنتهية الصلاحية مخزنة في أماكن غير مخصصة للتخزين تحت أشعة الشمس المباشرة وتحت الصفيح وحفاظ هذه السلع والمضاربة بها في السوق الليبي. هذا ووجهت اللجنة إنذارا إلى جميع أصحاب المحال التجارية بالجملة والأسواق المتحصلة على السلع الغذائية الموردة باعتمادات مصرفية بسرعة طرح هذه السلع في الأسواق بالسعر الرسمي، وفي حال عدم طرح هذه البضائع المدعومة خلال 24 ساعة القادمة سيتم مصادرتها وتوزيعها على المواطنين مجانا. عالميا، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الاثنين 32 سنتا، مسجلة 53 دولارا و93 سنتا للبرميل. وعاودت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط صعودها فوق 50 دولارا للبرميل، مسجلة 50 دولارا و62 سنتا للبرميل حسب رويترز. اختتمت بالعاصمة التونسية أعمال الاجتماع السنوي الثامن لمديري الشركات التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية لايكو. اللقاء تركز على بحث أهم الخطط والبرامج والمشاريع المستقبلية للشركة بإفريقيا، خاصة مشاريعها في تونس. تقرير الزميل إبراهيم العبدلي، فلنتابع. ثلاثة أيام متتالية استمرت أعمال الاجتماع السنوي الثامن للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية لايكو بالعاصمة التونسية بحضور أكثر من 80 شخصا يمثلون 23 شركة مملوكة لها. وعقدت خلال الاجتماع عدة ورش عمل وجلسات مغلقة لمناقشة القضايا المهمة حسب تقسيم جغرافي للقارة الإفريقية ومكان الشركات بالتقسيم. تدار ورش عمل مخصصة لمواضيع معينة تهم بعض الشركات. طبعا هناك أيضا اجتماعات خاصة ومقفلة للهوت سبوتس اللي هي احنا نقوله المشاكل العاجلة والمشاكل اللي تحتاج حلول.
عانت بعض الشركات التابعة للايكو من عدة مشاكل بعضها قضائية في أكثر من دولة إفريقية، خصوصا بعد ثورة فبراير 2011 نتيجة الفراغ السياسي، إضافة إلى مشاكل أخرى داخلية. لكن إدارة الشركة قالت إنها استطاعت التعامل مع أغلب هذه المشاكل. حاولت أن هي تضع اليد على بعض النقاط، لله الحمد نجحنا في هذا الموضوع. طبعا ما عندناش إلا مشكلة وحيدة، هي مشكلة التوغو، تم الوضع اليد على الفندق بقرار سيادي من الدولة، ولكن الحمد لله نحن تم تعيين شركة محاماة ووصلنا معهم إلى التحكيم، والآن في مرحلة التفاوض. تأسست شركة لايكو عام 91 ويقدر رأس مالها بمليار و400 مليون دينار ليبي، وتعمل في المجال الفندقي والعقاري والزراعي والصناعي، وتعتبر واحدة من الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وتمتد استثماراتها في أغلب الدول الإفريقية، ومقرها الرئيسي العاصمة طرابلس. إبراهيم العبدلي، ليبيا بانوراما، تونس. وينضم إلينا عبر الهاتف من تونس مشاهدينا الكرام مستشار المدير العام لشؤون الاستثمار محمد جار الله. سيد جار الله، تحية طيبة. أهلا بك وتحية لك ولمشاهدينا الكرام. نعم سيد جار الله، بداية لو تحدثنا عن الاستثمارات الليبية في الخارج وخصوصا في الجارة تونس. حقيقة الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية التي أنشئت حسب القرار الصادر في سنة 1991، وهي شركة تهتم بالاستثمارات الليبية في القارة الإفريقية، وتتبع هذه الشركة محفظة ليبيا أفريقيا التي تتبع بدورها المؤسسة الليبية للاستثمار، وينص نظامها الأساسي على أن الاستثمارات مقرها أو الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية مقرها طرابلس. بالنسبة لاستثماراتنا في جمهورية تونس، ردا على سؤالك، استثماراتنا في جمهورية تونس بدأت في 2008 وبدأت بشراء فندق أبو نواس اللي هو يعتبر من أكبر الفنادق في تونس العاصمة، ثم تلا ذلك شراء شركتين تمتلكان كل منهما فندق في الحمامات فئة 5 نجوم وفندق في مدينة جربة. نعم سيد جار الله، تابعنا من خلال هذا التقرير بأن هناك بعض المشاكل القضائية من قبل بعض الدول الإفريقية التي ربما وضعت يدها على بعض الاستثمارات العائدة للشركة، كيف تم حلحلة هذه المشكلة؟ حقيقة الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية تعمل بموجب اتفاقية أو برنامج أو قوانين الاستثمار في الدول المضيفة للاستثمار، ولكن بالإضافة إلى هذه وهي باعتبارها شركة مملوكة للدولة الليبية، تربطها علاقة من خلال علاقة بهذه الدول المضيفة للاستثمار باتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار وحمايته. بعض الدول استخدمت، وكما ذكر الدكتور إبراهيم الدنفور اللي هو مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية طرابلس، وكما أكده في السابق المهندس عبد الحكيم السويدي رئيس مجلس إدارة هذه الشركة، حقيقة بعض الدول وضعت يدها على بعض الاستثمارات ومنها توغو، وهو حق سيادي وهو مذكور في الاتفاقية، ولكن من حق الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية الحصول على تعويض عادل، وهو ما تؤكده الاتفاقية الموقعة. حقيقة نحن نعاني من المشاكل بعد خصوصا بعد قيام ثورة 17 فبراير، المشاكل تجميد أصول تجميد الحسابات لمؤسسات الدولة الليبية حسب قرار الأمم المتحدة، وهذا جعل الشركة مقيدة يعني لحد في تحويل الأموال من شركة إلى أخرى واستثمارها في مجالات أخرى. نعم سيد جار الله، ما حجم هذه الاستثمارات التي أو الأصول التي تم تجميدها من قبل الاتحاد الأوروبي؟ حقيقة الاتحاد الأوروبي جمد قيم بعد الأموال المملوكة للشركة الليبية الإفريقية ومملوكة للشركات التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية، هي أصول متداولة، هي عبارة عن 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 أموال ليست موجودة في شكل ودائع، ولكنها أموال في حسابات تجارية، هي ليست أموال كالأموال في المصرف. حقيقة هذه الأموال لا زالت مملوكة لشركاتنا
لا زالت مملوكة للشركة الليبية الاستثمار الإفريقية، ولكنها لا يمكن أن يتم التصرف فيها. يمكن التصرف فيها داخل الدول المضيفة للاستثمار، ولكن لا يمكن تحويلها إلى شركات تابعة للشركة الليبية الاستثمار الإفريقية. بالإضافة أن القوانين التي اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تحديدا جعلت من الصعوبة في مكان التعاون في مجال مع وكالات الأصفار، وخصوصا وأن الشركة الليبية للاستثمار الإفريقية تمتلك مجموعة كبيرة جدا من الفنادق في 4 و5 نجوم، وعارف أنت الفنادق تتعامل مع وكالات تقوم بإرسال وفود سياحية أو أفواج سياحية. ولكن بإذن الله تعالى هناك يعني عمل جاد من قبل الإدارة العامة للشركة لحل هذه المواضيع، والأمل الكبير بإذن الله حل كافة المشاكل، ولكن مجهود الشركة حقيقة هو الحفاظ على هذه الوصول. نعم، وضحت الصورة. نعم، نظرا لضيق الوقت مستشار المدير العام لشؤون الاستثمار محمد جار الله حدثنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. إلى سرت، حيث أكد عميد البلدية مختار المعداني إعادة الاتصالات لخدمة شبكة هاتف المدار المحمول لمدينة سرت قريبا، مضيفا أن إعادة خدمة الاتصالات لشبكة المدار المحمول تم الاتفاق عليها من الجهات ذات العلاقة، هذا وبدأت الشركة العامة للكهرباء في صيانة الشبكات بمدينة سرت وضواحيها، وذلك بعد وصول المواد ومحولات المحطات من المخازن الرئيسية، إضافة إلى أن الشركة تعمل على تركيب عدد من المحولات للمحطات المجاورة لجامعة سرت ولفرع مصرف ليبيا المركزي والحي الصناعي. ارتفع السعر الفوري للذهب الاثنين 20% إلى 1255 دولارا و96 سنتا للأوقية، وارتفعت الفضة 19% في المعاملات الفورية إلى 16 دولارا و96 سنتا للأوقية، فيما صعد البلاتين 20% إلى 940 دولارا و10 سنتات للأوقية حسب رويترز. ختام الاقتصادية وتذكير بالعناوين. لجنة أزمة الوقود والغاز تطلق عملية فزعة وطن ضد العمالة الوافدة. الشركة الليبية للاستثمارات لايكو تنهي اجتماعها السنوية في تونس. مشاهدينا الكرام، نترككم مع هذه اللقطات المباشرة والتي جاءت على غرار عملية فزعة وطن التي تقودها شركة أو لجنة أزمة الوقود والغاز. نتابع. طبعا هذا دور هذه السيارات دور هذه السيارات طبعا كان المصرف، طبعا المصرف المركزي اجبر على شركات التوريد